بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة مرسال الإعلامية ضم تغطيتنا لمعرض الصناعات الوطنية الاستهلاكية في مركز جدة للمنتديات والفعاليات. التقينا في الأخ اللي ممثل مزارع الجنيدي قادمي من الجوف، متاجر للعسل واعتقد زيت الزيتون إذا عندهم. يسعد لي مساك. تعطي المشاهدين خلفية عن مشاركتكم في المعرض والجائزة اللي حصلتوا عليها في الجوف. احنا مزارع الجنيدي تخصصنا اللهم لك الحمد في انتاج الزيت البلدي، زيت زيتون الجوف والعسل البلدي، لنا قرابه 28 سنه في هالمجال. هذه المشاركه تقريبا لنا الرابعه في هذا المهرجان، توقفنا سنتين بسبب الكورونا وهذه اول عوده باذن الله بعد كورونا. عندنا تشكيله طيبه من انواع العسل، تشكيله كبيره منها الشوكيات اللي هو الطلح، الشوكه، القتاده، السمره، عندنا كذلك السدر، وتشكيله من الشعبيات اللي هو سمن الغنم، زيت السمسم البلدي، الزعتر البري. أما بالنسبة للزيت، عندنا زيتنا إنتاجها السنة اللهم لك الحمد، عندنا الأحجام كافة 2 لتر أو 4 لتر، وكذلك متوفر 16 لتر، أسعار منافسة بإذن الله وجودة عالية. رقم التليفون نضع لك بإذن الله على الشاشة اللي هو 0540300026. شرفونا وابشروا باللي يسركم. حياكم الله.